من إيطاليا نروح للكويت ونطمن على الإجراءات ونطمن على يعني الإرشادات الصحية اللي تم اتباعها حتى الآن، وحتى كمان كان في حزمة من الدعم الاقتصادي اللي تم اتخاذه مؤخرا، ومجلس الوزراء الكويتي بعد اجتماع استثنائي قرر عن اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية، إقرار حزمة الدعم الاقتصادي للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية المختلفة. معانا دلوقتي الأستاذ أحمد عبد الله، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت. أستاذ أحمد صباح الخير يا فند. صباح الخير. لو تطمنا الأوضاع الصحية هناك، الإجراءات اللي تم اتخاذها للتخفيف عن المواطنين الصحية والاقتصادية. هو طبعا بالامس وقت جلسه استثنائيه لمجلس الوزراء الكويتي تم اتخاذ عدد من القرارات الاقتصاديه والتي تستهدف بالاساس اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه والمواطن الكويتي. بالاسبوع الماضي اعلنت البنوك الكويتيه التعشر عن تأجيل جميع أقساط القروض والبطاقات الائتمانية بالنسبة للمواطنين وأصحاب الشركات والأعمال لمدة 6 أشهر، ولكن كان هناك مشكلة أمام الحكومة في كيفية دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يصدرون بنحو 250,000 في المجتمع الكويتي ما بين اصحاب الشركات والمواطنين العاملين في تلك الشركات. القرارات او الحزمه الاقتصاديه التي اعلنت عنها الحكومه الكويتيه امس تمثلت في التوسع في اقراض اصحاب تلك الشركات من خلال الصندوق الوطني لتنميه ورعايه اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه على اجال طويله قد تصل الى نحو 10 سنوات مقابل فائده قليله للغايه. من جهه اخرى هناك ايضا اجراءات خاصه بالجمعيات التعاونيه للسيطره على الاسعار وزياده القدره المعيشيه للمواطن الكويتي من خلال حملات مستمره لوزاره التجاره والصناعه وبلدية الكويت على مختلف المحال التجارية ومراكز المواد الغذائية لتحديد أسعار مختلف السلع سواء لحوم أو أسماك أو خضروات أو فواكه أو ما شابه. منذ الأمس هناك أيضا حالة من الاستنفار في وزارة الصحة الكويتية خاصة بعد زيادة الحالات المصابة بين صفوف العمالة الوافدة خاصة من الجنسية الهندية، في دخلوت هناك تقريبا 28 اصابه في صفوف العماله الهنديه خلال الثلاث الايام الاخيره، وهو ما اضطر وزاره الصحه الى عزل اجباري الى تطبيق العزل الاجباري على نحو 1115 عامل اسيوي في محافظتي الفروانيه والمهبوله وسط توقعات بصدور قرار لتطبيق الحظر المناطقي خلال الايام المقبله خاصه في الاماكن التي تشهد كثافه وتواجد كبير للعماله الاسيويه. طيب مدى بقى استجابه الشعب هناك لهذه الاجراءات الوقائيه اللي بيتم اتخاذها الفتره الاخيره لاحتواء فيروس كورونا؟ هناك طبعا استجابه متفاوته بالنسبه للمتواجدون في الكويت. زي ما حضرتك عارفه ان تعداد السكان في الكويت نحو 4.5 مليون، منهم 1.5 مليون مواطن كويتي و3 مليون توافد. هناك استجابه متفاوته لتلك القرارات خاصه قرارات القرار الخاص بتطبيق الحظر الجزئي. هناك العديد من القطاعات بتنادي حاليا بتطبيق الحجر الكلي خاصه مع زياده حالات الاصابه، و
والتي وصلت حتى يوم امس الى 289 حاله، من بينهم اكثر من 60% حالات مرتبطه بالسفر لبريطانيا وايران. حاليا هناك اجراءات وتدابير صحيه متصاعده بشكل يومي، كان اخرها بالامس منع العماله الهنديه الخاصه بتحميل المنتجات وتوصيل الطلبات من العمل بالجمعيات التعاونيه في اطار محاوله حصر انتشار الفيروس من خلال الحالات المفترضة. بنتمنى ان كل شعوب العالم تلتزم بهذه الاجراءات اللي اتخذتها الحكومات المختلفه، لان ده في الاول وفي الاخير من مصلحتهم ومصلحه صحتهم وصحه اولادهم. انا بشكر حضرتك استاذ احمد، كنت معانا من الكويت، شكرا ليك يا فندم.